عقد مجلس الأمن الدولي جلسة عاجلة لبحث مظاهرات إيران، طلبت الولايات المتحدة بحشد الرأي الدولي لإدانة نظام الملالي. جلسة قوية حاصر فيها العالم انتهاكات النظام الإيراني. مساعد الأمين العام للأمم المتحدة أكد أن التظاهرات خرجت للتعبير عن الغضب من التكلفة المرتفعة لتدخلات إيران في المنطقة. مندوبة الولايات المتحدة أكدت أن الشعب الإيراني انتفض بعد أن فاض به الكيل. فرنسا طالبت إيران بضبط النفس ودعت لتطبيق بنود الاتفاق النووي بشكل صارم. بريطانيا طالبت نظام الملالي بوقف العنف فورا والتزام الحكومة بتعهداتها بشأن حقوق الإنسان.